الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نرحب بكم أعزائي المتابعين هنا عبر البث المباشر لإنستغرام مصرف الشرق الإسلامي في هذه الجلسة الافتراضية التي سنتحدث خلالها عن برنامج وفر، برنامج خصومات وفر، والعروض المميزة التي يوفرها مصرف الشرق الإسلامي لمستفيدين من هذا البرنامج. يشرفني أن أدير هذه الجلسة محدثكم حسن البلغوني، مدير الاتصال المؤسسي في مصرف الشرق الإسلامي، ويشرفني أن أستضيف في هذه الجلسة ضيفين كريمين عندنا من دائرة الموارد البشرية، الأخت جواهر سيف العود، مدير مكتب الفعاليات والأنشطة ومدير برنامج وفر. أهلا وسهلا أختي جواهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا من جانب الآخر من مصرف الشارقة الإسلامي عندنا أخونا أمين السحلاوي، رئيس دعم ورقابة الخدمات المصرفية للأفراد. أهلا وسهلا أخي أمين. حياك الله أخوي عبد الله، أخوي حسن أبو عبد الله، أمسي عليك وعلى الأستاذة جواهر والسادة المستمعين والمشاهدين. طبعا حديثنا راح يكون من خلال برنامج الانستغرام مصرف الشارقة الإسلامي وما يسمى بالبث المباشر لايف ستوري. نؤكد للأخوة المتابعين أي أسئلة ترسلونا إن شاء الله على النوتس تحت، وإن شاء الله تعالى راح أنقلها الملاحظات لضيفي الكريمين. نبدأ طبعا حديثنا في بداية الحديث عن برنامج وفر، تعريف برنامج وفر، وأظني أفضل شخص بيتكلم عن هذا البرنامج مدير البرنامج الأخت جواهر. تفضلي أخت جواهر، حثينا عن برنامج وفر. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية مسي عليكم وعلى المشاهدين، واشكر لكم طبعا استضافتي للتحدث عن برنامج وفر اللي الحمد لله يعني اطلقنا في 2013، والحمد لله كملنا تقريبا 7 سنوات على البرنامج. البرنامج هذا نحن اول ما اطلقته دائرة الموارد البشرية كان الحمد لله بدعم من المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة. هذه المبادرة اللي هي برنامج وفر، احنا كنا نهدف من خلاله ان نحن نفيد في جميع المستهدفين، من كان في البداية موظفي حكومة الشارقة والمتقاعدين المحليين، نفيدهم بمجموعة من الخصومات والخدمات اللي تقدمها الشركات المختلفة من القطاعات المختلفة اللي تلبي حاجة أو احتياجات المستفيدين والحاملي بطاقة وفر. بدينا تقريبا ب50 شركة، واليوم الحمد لله أكثر عن 600 شركة اللي تقدم خدمات مختلفة لكل شخص حامل بطاقة وفر. ما شاء الله تبارك الرحمن. تعطينا فكرة عن المستهدفين، انت قلتي ذكرتي ان موظفي حكومة وايضا بعض المتقاعدين، ممكن تعطي تفاصيل كم عدد المستفيدين، منوهم؟ نعم، احنا كبرنامج وفر اخوي حسن اول ما اطلقناه كان المستهدف فقط موظفي الحكومه مع العوائل يعني عائلاتهم والمتقاعدين. حاليا احنا يعني حبينا ان نوسع القاعده ونخلي المستفيدين يكونون اكثر، فنحن الحمد لله وصلنا الى اكثر عن 58 ألف مستفيد. طبعا في البداية كانوا مجرد 25 ألف، حاليا أكثر عن 58 ألف مستفيد من فئات مختلفة. نقدر نقول موظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، أكاديمية العلوم الشرطية، وموظفي المدينة الجامعية وغيرها من المستفيدين اللي بدأوا يستفيدون. حتى نحن عدنا من فترة قريبة جدا ضفنا المستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية ومستشفى الجامعة، هاي اللي كانوا آخر الجهات اللي استفادت، وإن شاء الله نحن راح نوسع أكثر القاعدة ونخلي مستفيدين بغيرهم اللي متواجدين في حكومة الشارقة يكونوا من المستفيدين أيضا. يعني في عندكم مثل ما يقول مرونة في عملية زيادة العدد، بالتالي لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا البرنامج. نعم، إذا احنا ممكن يعني أسأل سؤال؟ بعد تفضل. المستفيدين اللي دات إن شاء الله إن شاء الله اللي راح يكونون الحمد لله يعني بموافقة من المجلس التنفيذي ومن الدكتور طارق لله الحمد، كل الشركات اللي شاركت معنا في برنامج وفر راح إن شاء الله نفيدهم ببطاقات وفر، هم أيضا راح يستفيدون من الخدمات اللي الشركات الثانية اللي تقدمها. مبادرة تشكرون عليها أختي جواهر. وبسأل سؤال، تفضل. الاسم مميز،
برنامج وفر، ليش اخترتوا هذا الاسم بالذات؟ احنا صراحة أول ما أطلقنا البرنامج كنا ندرس أن كيف أو مثلاً كيف نقدر نوصل فهم المقصد من البرنامج بالذات. يعني احنا يوم مثلاً نقدم خصومات من الشركات، نبغي الموظف في نهاية راتبه يوفر له مبلغ، المبلغ هذا اللي يوفر له مثلاً يقدر يستثمر فيه في المستقبل. فكنا نبغي نختار اسم أنه يكون قريب جداً، أنه يقدر الموظف يعني خلاص يربط خصم معه وفر. وعرضنا أكثر عن اسم على المجلس التنفيذي، صراحة الاختيار كان كلمة وفر من المجلس التنفيذي، ويشكرون على هالشيء. اختيار موفق اختي جواهر. انزين، بعد تجربتكم من 2013 اليوم، هل استطاع البرنامج فعلا اسعاد المتعاملين او المستفيدين من هذا البرنامج؟ نعم، احنا طبعا المبادرة هاي تأتي تأكيدا على أهمية تواجد مثل هذه البرامج. يعني هم وجهة نظري أنا ومن حتى الإدارة، يعني دائما توجههم بالطريقة هاي، أن هذه البرامج تدعم الرضا الموارد البشرية في الحكومات. طبعا يوم يكون في رضا راح يكون في رفع للولاء الوظيفي. أيضا البرنامج هذا الحمد لله يعني يلبي الخصومات المتميزة والخاصة التي يسعى الموظفون الحصول عليها. يكون هذا من خلال برنامج وفر عن طريق منافذ البيع اللي نحن عدنا أكثر عن 29 نشاط تجاري. من خلال الأنشطة التجارية هذه إحنا نحاول نوصل فكر الخصومات للموظفين من خلال الخدمات اللي يقدمونها. وهي الخدمات الكبيرة تؤدي إلى شو؟ إلى رفع مستوى السعادة لدى الموظفين أو المستفيدين، ويعطيهم أيضا شعور بالاهتمام بالولاء. حلو. جميل الربط بين مثل البرامج بعملية الانتماء والولاء الوظيفي، و يعني يشعر الموظف هو حامل هالبطاقة أنه عنصر في حكومة، في دائرة إذا كان دائرة حكومية أو القيادة العامة للشرطة أو غيره، أنه مستفيد وأيضا أنه جزء من وظيفته هذه حصل هذه البطاقة، وبالتالي يشعر بالولاء لدائرته وأيضا لهذا البرنامج. فموفقين أختي جواهر. قلت ذكرتي قبل شوي ان العدد كبير من الدوائر، ممكن ناخذ تفاصيل ارقام عن عدد الدوائر اللي مشاركه وعدد الشركات اللي مقدمه مميزات في هذا البرنامج؟ نعم، اذا يعني تكلمنا عن عدد الدوائر او عدد الجهات اللي تستفيد من البرنامج، يعني لغايه اليوم هم تقريبا 118 جهه مستفيده. ما راح نقول مثلا فقط حكومه الشارقه، لا، في دوائر حكومه الشارقه مع المستفيدين من جهات مختلفه، فوصلوا 118 جهه. اما اذا تكلمنا عن عدد موظفي او عدد المستفيدين حاملي بطاقه وفر، هم اكثر عن 58. هذا كان لغايه اخر دفعه التاسعه اللي نحن طبعنا فيها بطاقات وفر، وإن شاء الله الدفعة العاشرة راح نطبعها قريب، وإن شاء الله الأعداد راح تزيد، وإن شاء الله نقدر نفيد في جميع الفئات أو جميع الناس إن شاء الله. ممكن أعرف كيف تتواصلوا مع الشركات وتحصلون هذه العروض، وكيف أيضا الموظف أو حامل البطاقة هذه يعرف عن المميزات وغيرها، عملية التواصل؟ نعم، في البداية إذا تكلمنا عن الشق الأولي من سؤالك أخوي اللي هو بخصوص كيف نقدر نتواصل مع الشركات، إحنا عندنا فريق متميز في المكتب، مكتب الفعاليات والأنشطة وبرنامج وفر، هو اللي دائما يبحث في يعني يبحث عن مختلف الفئات. يعني مثلا إحنا مصنفين كذا كذا موظف، كل موظف يبحث عن تصنيف معين، سواء كان في إمارة الشارجة أو حتى كان في جميع الإمارات المختلفة أو حتى خارج الدولة. المهم أن نحن نقدر نوصل للفئات أو للشركات اللي الموظف فعلا راح يستفيد منها، سواء كان قطاع خلينا نقول السفريات أو الفنادق أو حتى تصانيف كثيرة. إحنا تقريبا بدينا ب20 تصنيف، اليوم نحن وصلنا ل29 تصنيف. هاي التصانيف كلها اللي تلبي فعلا احتياج الموظف، سواء كان من قطاع السيارات أو غيرها. يكون التواصل بشكل دائم، والحمد لله يعني خلال الفترة هذه اللي نحن تقريبا يمكن خلينا نقول من 3 سنوات، احنا لاحظنا الشركات هي نفسها اللي دائما تبادر وتتصل فينا وتقول ان هي حابة فعلا تقدم خدمات وتقدم خصومات. والحمد لله الحمد لله من 2013 لغاية اليوم ما زالت الشركات نفسها مستمرة معانا وتجدد ايضا
اشتراكيته. طبعا الاشتراكيه ممكن لمده تفضل. تعطينا فكرة الحين كثير من المستمعين الآن سمعوا برنامج وفر، بس تعطين فكرة شو نوعية المميزات هذه؟ يعني هل هي شركات طيران؟ هل هي مميزات خصومات في مولات، في محلات كبرى؟ شو نوع نعم، المميزات هذه؟ هي هل هي باقة المميزات، متنوعة؟ نعم المميزات مختلفة. قلت لك احنا عندنا اكثر عن 29 تصنيف في كل التصانيف هاي. مثلا عندنا اللي يحتاج سيارة، احنا عندنا مجموعة شركات او وكالات داخلة معانا تقدم خصومات على السيارات. اذا عندنا خطوط طيران، كثير من خطوط الطيران داخلين معانا في البرنامج، سواء كان الموظف حاب انه ياخذ تذاكر من خطوط الطيران نفسها او عن طريق وكالات السفر اللي داخلين معانا ويقدمون خدمات مختلفة. عندنا تصانيف جديدة، نحن خلال فترة كورونا استحدثنا عدة تصانيف مثل التسويق الإلكتروني، التطبيق الذكي، يقدر الموظف عن طريق التصانيف هذه وهو جالس في بيته يقدر يحصل على خصومات مختلفة، منها المواد الغذائية، منها الفنادق الأشياء الترفيهية يعني، والصالونات، وعندك المراكز الصحية. في كثير من التصنيفات لو بس الموظف يدخل على التطبيق الذكي لبرنامج وفر، يكتب فقط كلمة وفر، يقدر يدخل يشوف كل التصانيف الموجودة وكل الخدمات المميزة اللي يقدمها. بإضافة عنده، يعني المسألة سهلة جدا، مجرد انه نعم ينزل التطبيق من الستور ويحطه في الموبايل او الهاتف نعم المحمول، ويقدر يشوف كل الميزات، ويكون في تحديث ايضا دوري لهذه الميزات. نعم إذا مثلا لا سمح الله صادفت أي إشكالية لأي مستفيد من البرنامج، إنه يوم بينزل التحديث ما يحط مثلا أي باسورد أو أي رقم، مجرد يضغط على كلمة تخطي أي شخص يقدر يدخل ويشوف كل المميزات اللي موجودة ويستفيد منها. بالإضافة نحن عندنا بعد خدمات ثانية مثل التسويق الإلكتروني، أقصد الانستغرام، نسوق للشركات عن طريق الانستغرام، يقدر الموظف يتعرف على جميع خدمات توفر عن طريق الانستغرام أيضا. اها، يمكن من خلال موقع البرنامج في الانستغرام. ها، نعم ممتاز جدا. زين، الحين اظني انا بتحدث عن نيابه عن موظفين الحكوميين اللي يسمعونا الحين، واللي يمكن بعضهم ما عنده البطاقه، كيف احصل على البطاقه؟ احنا دائما بشكل تقريبا شهر او شهر ونص او كل شهرين نتواصل مع المعنيين المسؤولين الموجودين في دوائر حكومه الشارجه لهم في الشؤون الاداريه، نزودهم دائما باكسل. في هالاكسل هم مثلا يعني يذكرون كل بيانات المختصه للموظف، سواء كان موظف في حكومه الشارجه او المستفيدين من الجهات المختلفه، يعبون الاستماره هاي بجميع اسمائهم، يبعثون اياها ونحن نطبعه ونسلم لهم اياه. هذا يكون يعني بشكل دوري. الموظف يراجع الاداره شؤون المبشريه إدارية. الموجوده، شؤون اداريه في جهه عمله، وبالتالي هم يرفعون الاسم اذا كان اسم موظف جديد او غيره، ممكن يرفعون الاسم في الليسته الجديده ويحصل البطاقه في اسرع وقت. حتى اخوي بدل فاقد بعد نفس الشيء يقدر يتواصل، مش دايركت معنا نحن، لا، مع الشؤون الاداريه في جهه عمله، والشؤون الاداريه هي تتواصل معنا وتزودنا باسمه ونحن او بيانات جميع البيانات المطلوبه، ونحن ان شاء الله نستلم البطاقه. جهد مشكور عليه، مشكورين عليه اختي جواهر، سواء في برنامج وفر او ايضا في اداره موارد بشريه في استحداثها المبادره اللي تسعى لتوفير مميزات لموظفي الحكومه، وخلق ما يسمى او ايجاد ما يسمى بالانتماء الوظيفي والولاء الوظيفي. نتكلم عن الان على مساله الشراكه بين مصرف الشرق الاسلامي وبرنامج وفر. في يناير مطلع هذا العام 2020 تم توقيع اتفاقية بين مصرف الشرق الإسلامي وبرنامج وفر. من طرف المصرف وقع سعادة محمد عبد الله رئيس تنفيذ المصرف، من طرف موارد بشرية الدكتور طارق مخادم وقع من طرف موارد بشرية، وتم على ضوء هذه الاتفاقية اضافت مميزات خاصة حصرية وخاصة لحاملي ومستفيدي برنامج وفر من عروض وميزات المصرف. تحدثنا الحديث من قلة حق أخونا أمين. أمين، تحدثنا عن هذه الاتفاقية وشو المميزات اللي ضمنتها الاتفاقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت أخوي حسن، ارتأت الإدارة التنفيذية عندنا متمثلة بسعادة الأستاذ محمد عبد الله بتقديم كل ما هو جديد ومتكامل ونقدر نقول حصري لموظفي حكومة الشارجة. فجاءت فكرة العرض الحصري هذا أو الباقة اللي يقدمها مصرف الشارقة الإسلامي بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارجة. فدخلنا معاهم شراكة بإضافة العرض الحصري هذا اللي قدمه المصرف لباقة توفر اللي هي حاليا موجودة ومقدمة عن طريقهم. الباقة هذه باقة من المصرف، فطبيعي واسمها باقة، فهي مجموعة من الخدمات والمنتجات المتكاملة اللي تلبي حاجة الشرائح أو الفئات بجميع أنواعها، سواء بنتكلم على موضوع مثلا تصنيف الرواتب وفئات الرواتب، أو حتى على مستوى إذا بنتكلم مثلا عن الجنسيات، فهي ما تخص جنسية معينة أو شيء، هي مقدمة لموظفي مصرف موظفي حكومة الشارجة عفوا. اللي هم حاملي بطاقة وفر أو اللي مستفيدين هم من برنامج وفر. إنزين، طبعا هني سؤال مهم. طبعا الباقة كبيرة، لكن خلينا ندخل في التفاصيل، لأن هذه أهم نقطة، اللي هي التفاصيل. هذه شو اللي يميز هذه الباقة؟ ندخل في مجال فتح الحسابات مثلا، هل يفرق الإنسان العادي اللي يفتح حساب عادي واللي جاي من طرف برنامج وفر؟ طبعا تفرق ابو عبد الله، مثل ما قلنا هذا عرض حصري لموظفي حكومه الشارجه. ف مساله بندخل اول شيء بنتكلم عن المنتجات وبعدين بنتكلم عن نتفصل فيها. الخدمات. حلو. اي نعم تمام. فاذا بنتكلم عن المنتجات اول شيء بنتكلم عن الحسابات بشكل عام. فتح الحساب راح يتم بدون اي احتفاظ بالحد الادنى للرصيد في الحساب، فما حلو. راح يكون في حد ادنى للرصيد بالحساب. الباقه هذه طبعا يشترط فيها تحويل الراتب، فبمجرد ما يتحول راتب موظف حكومه الشارجه للمصرف، الموظف راح يتمتع بالامتيازات هذه اللي احنا نقدمها، يعني الحين فواحده منها اي مساله شخص، الحسابات. يعني اي شخص من مستفيدي برنامج وفر يفتح حساب في مصرف شارجة اسلامي، لا يشترط له الحد الادنى، اللي هو عاده اغلب البنوك اليوم في حد ادنى، وبالتالي اذا نزل في خصومات مبلغ في معين شهريا. خصومات في صحيح حاله لو صفر حتى الحساب ما في اي رسوم تطبق، وهي احد مميزات لفتح حسابات الاشخاص المستفيدين برنامج وفر. هاي نعم. وهاي ميزة بسيطة ابو عبد الله، يعني بس اذا ندخل في تفاصيل اكثر بس في هذا المنتج. موضوع اول شيء الحد الادنى للرصيد هذا غير موجود، راح يكون حلو. صفر يعني. بعدين في دفتر شيكات مجاني، استخدام البطاقة عن طريق أجهزة الصراف أجهزة الصرافة الأخرى الموجودة في الدولة لأي بنك آخر، في رسوم حاليا تؤخذ من المتعامل، فراح تكون الرسوم هذه مجانية في حال الموظف المنتسب لباقة توفر. وقلنا دفتر شيكات مجاني، هذا يعني من الأشياء اللي ممكن تميز الباقة هذه مسألة المكافأة الترحيبية. في مكافأة ترحيبية بمجرد تحويل راتب المتعامل على حسب تصنيف الراتب، تبدأ المكافأة الترحيبية ب 250 درهم وصولا إلى 1000 درهم. في 250 درهم، في 750 درهم، وفي 1000 درهم تنزل في حساب المتعامل كهدية من المصرف على فتح حسابه وتحويل الراتب لمصرف الشارقة يعني اذا الإسلامي. كنت انا موظف جديد اليوم، اشتغلت في احد الدوائر الحكوميه او احد الجهات اللي مستفيده من برنامج وفر، وجيت فتحت حساب، على طول من فتح حساب حسب الدرجه ممكن احصل مكافاه واحصلها مميزات، ما شيء اللي هو الحد الادنى، الشيكات ما شيكات كلها بدون اي نعم. رسوم. ممتاز. واللي هذا حسابه ممكن في جهه اخرى، مثلا في بنك احد البنوك الشقيقه. لازم يحولون، مثل ما قلنا ابو عبد الله، لازم يحولون الراتب عند المصرف مجرد ما عشان يحول يحصل هاي المميزات. اي نعم. حلو. هذا بس شيء يخص الحساب الجاري.
وفعلا او هو حساب الراتب. يتوافق، ما ادري اذا اختي جواهر فعلا هاي يتوافق مع عمليه توفر، يعني داش يعني هذه عمليه توفر عليك الحد الادنى، توفر عليك قيمه كذا، توفر عليك ايضا مكافاه اضافيه، هذه تدخل في مفهوم برنامج وفر. صحيح الكلام اختي جواهر؟ نعم، نحن لما وقعنا مع مصرف الشهادة الإسلامي، طبعا أول شيء تشكرون، فعلا فعلا نشكركم على انضمامكم للبرنامج توفر، وأنكم أنتم تقدمون خدمات بالفعل مميزة، لأن نحن من خلال هاي الاتفاقية مع مصرف الشاردة تعتبر هي أول إضافة باقات، أول إضافة يعني باقات خدمات مصرفية لبرنامج توفر. وإن شاء الله من خلالكم نحن نقدر نخلي الموظف يعني فعلا يطبق، أو المستفيد فعلا يطبق له فكر برنامج وفر من خلال التوفير ومن خلال الاستثمار للمستقبل. حلو. يا ستابع عن الملاحظات التي في إشادة بذات مواد بشرية، وفي إشادة أيضا بمصرف الشرق الإسلامي، أحد الأخوة يقول مصرف الشرق الإسلامي فعلا مصرف يفكر في الإنسان قبل المكسب المادي. واحد ثاني يقول أكيد مصرف الشرق الإسلامي أفضل مصارف، نقول كل مصارف فيها الخير والبركة. في واحد يسأل أخوي أمين، بالنسبة للقروض هل هناك مميزات خاصة بالقروض؟ اي نعم ابو عبد الله، احنا ما كملنا المنتجات، احنا بس خلصنا اول منتج اللي هو الحساب، حساب الراتب او الحساب الجاري. المنتجات الثانيه عندنا موضوع التمويل الشخصي. التمويل الشخصي عندنا في باقه توفر نسبه ربح تبدا من 2.89% سنويا، وهذه تعتبر نسبه تنافسيه جدا في السوق، من اقل النسب اللي موجوده في السوق. فالنسبة هذه تقدم فقط لموظفي حكومة الشارجة المسجلين في باقة وفر. عندنا غير موضوع التمويل الشخصي، عندنا القرض الحسن، أو احنا نسميه المنتج تيسير. في تيسير الراتب المودع مقدما، وفي تيسير عندنا اسمه تيسير بلس اللي هو القرض الحسن. فريق المنتجات عندنا ابو عبد الله، فريق المنتجات عندنا بالمصرف لما صمم الباقه هذه، يعني ركزوا على الشرائح كلها، ما اهملوا اي شريحه موجوده بفئات الرواتب اللي موجوده في السوق. فقدمنا المنتج هذا تيسير بلس للعملاء اللي رواتبهم اقل من 5000 درهم. فممكن الموظف اللي راتبه اقل من 5000 درهم ممكن يسحب 6 أضعاف الراتب تقريبا، بحد اقصى 35000 درهم، في حال سدد ال 35000 هذه خلال الـ6 شهور. ما راح يكون عليها اي رسوم اداريه او اي نسبه ربح عليها. حلو. فكان مبلغ، او مثل ما قلنا هو قرض حسن مقدم للمتعامل هذا لتيسير اموره، يعني هذا في حال اذا تسدد في الـ6 شهور. ست شهور. الخدمة هذه تسدد في 12 شهر، لكن اللي بيسددها في 6 شهور راح تكون بدون أي رسوم. حلو. هذا فيما يخص التمويل الشخصي تيسير بلس. عندنا أيضا موضوع التمويل العقاري. احنا الآن من أفضل النسب اللي موجودة في السوق، وتحت العرض الحصري هذا لموظفي حكومة الشارجة، عندنا نسبة أرباح تبدأ من 1.79 زائد 6 شهور إيبر. الإيبر اللي هي نسبة الإقراض في السوق، النسبة الحالية تقريبا 0.7، فإحنا نتكلم عن نسبة أرباح 2.49% فقط نسبة ما شاء تمويل الله، عقاري، وهذه من النسب مميزة. المتميزة في المميزة في السوق. طبعا بالإضافة لهذا عندنا بطاقة الكريدت كارد، عندنا سمايلز اسمها من ماستر كارد. بمجرد التقديم على البطاقة هذه يحصل الموظف على 50000 نقطة إضافية تودع في البطاقة هذه. أنا يعني نتكلم باعتباري أحد المستخدمين هذه البطاقة، أقدر أقول إن هذه البطاقة من أفضل البطاقات في عملية إن توفر لك عزيزي المشاهد. مجرد ما تشتري تعطيك أميال، هذه الأميال تقدر تحجز فيها سواء تذاكر سفر بأي طيران
في أي مكان، مو شرط يكون في محليا حتى خارجيا، وأي طيران موجود في الليستة الموجودة في القائمة. غير هذا أيضا تقدر تحجز فنادق، تحجز سيارات، أشياء كثيرة، وتقدر أيضا تشتري بهذه الأميال. والميزة الجميلة، ما أدري أخوي أمين لو تفصل فيها الميزة في عملية السمايل، أن تتميز عن بقية البطاقات المشابهة أو منافسة بأنها ما تحدك بمطار معين أو طيران معين، ولكن تقدر تستفيد من أي طيران موجود وأي مطار. صحيح أبو عبد الله، حتى ممكن استخدامها في الطيران الداخلي في بين الدول، يعني في أمريكا نفسها ممكن أنتقل من ولاية لولاية أخرى باستخدام المايلز اللي عندي أو الأميال اللي عندي، ممكن أسوي لها ريدمشن واستخدمها واستخرج منها مثلا تذكرة سفر. انا مره اشتريت حق الولد عندي كان سائر الصين، اشتريت له تذكره محليه داخليه من عن طريق سمايل ساي، فبطاقه جديده شهادتي بطاقة مجروحه. جدا مميزة وفيها وهي منصة خاصة، يعني في لها منصة أبو عبد الله، اللي عنده البطاقة هذه يدخل على المنصة هاي أو البلاتفورم، وممكن من خلالها طبعا تقريبا 300 ناقل جوي بالإضافة لآلاف الفنادق ممكن يحجز فيها، فتطلع له مثل لستة فنادق ومطارات فيها مرونة كبيرة مقارنة بالبطاقات اللي تقدمها بنوك أخرى. زين، هل أحد الأخوة يقول هل البطاقة مجانية؟ البطاقة مجانية، نعم أبو عبد الله، السؤال والبطاقة المكتسبية المجانية وفر فقط، هي بطاقة، بتوفر؟ لا أتكلم بس عن بتوفر. بطاقة سمايلز. أوكي. لا، بطاقة سمايلز بس عذرا لأن السائل ما حدد، فبنتكلم عن الاثنين، برنامج وفر بطاقة مجانية 100% صح جواهر؟ نعم، هي كإصدار أولي تكون مجانية 100%، لكن في حال بدل فاقد في رسوم 50 درهم. بسيطة، يعني رسوم بسيطة اللي هي بدل فاقد. بالنسبة لبطاقة سمايلز، بطاقة سمايلز بعبد الله عندنا نوعين، عندنا بطاقة سمايلز تيتانيوم هذه مجانية مدى الحياة، وفي البطاقة الثانية اللي هي سمايلز وورد، هذه شوي فئتها أكثر من أكبر من التيتانيوم، حتى نقاطها احتساب النقاط فيها تكون أكثر في المشتريات. هذه بتكون إعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى اللي هي 500 درهم. حلو. احد الاخوه وحتى يقول من الحين وإذا احد الاخوه يسال الحين يقول كيف افتح حساب عندكم مباشره؟ ممكن عن أهم طريق شيء الكول من سنتر. برنامج وفر يبرز بطاقة وفر ويقدر إن شاء الله يحصل على الخدمات المختلفة اللي موجودة. ان شاء الله تعالى، فيقدر يمر اي فرع من الفروع ويفتح الحساب هناك بالنسبه له، والبطاقه مثل ما ذكرنا بطاقة وفر يحصل عليها من خلال دائرته اللي يعمل فيها. انزين، نكمل المميزات اخوي. كم عدد المايلز المجانية اللي تمنح اللي يستخرج بطاقة سمايلز بالنسبة لمستفيدي برنامج وفر؟ 50,000 نقطة سمايلز بعبد الله مثل ما ذكرنا، اللي هي تقريبا، يعني احنا ما قلنا كم تعادل، 50,000 نقطة تقريبا تعادل 925 درهم، يعني غير المكافأة الترحيبية اللي بتنزل في حساب الراتب، بيكون في 50,000 نقطة تعادل تقريبا 925 درهم تضاف لرصيد سمايلز. يعني بيفتح حساب بيحصل بيزات، بياخذ البطاقة بيحصل ايضا ميال تعادل النقود. كلمني وبيسافر وايد ما ثاني شاء يوم عن طريق البطاقة ممكن. في ثناء كثير على دور المصرف المجتمعي من خلال الأخوة المتابعين، وأيضا ثناء عليك أخوي أمين على حسن تعاملك مع الآخرين. الله يحفظهم يا بعد. جزاك الله خير. نكمل أخوي أمين باقي المميزات. خلصنا من عملية فتح الحساب، خلصنا من بطاقة سمايل، خلصنا من عملية التمويل، هل هناك مميزات أخرى تضاف؟ من الميزات او من الاشياء المهمه ابو عبد الله، ممكن الواحد يسال يقول انا عندي التزامات في بنوك ثانيه، فكيف ممكن احول التزاماتي هذه؟ يعني بعد في اجراءات بكل يسر وسهوله ممكن، وطبعا بضوابط من المصرف المركزي، ممكن تحويل التزامات المتعامل من البنك الاخر لمصرف الشارجه الاسلامي،
وفي يعني في هذه الدائرة احنا بعد نراعي مسألة مثلا تحويل الرصيد. يعني في الكريدت كارد نادر او صعبة مثلا يتحول رصيد من بطاقة لبطاقة اخرى، او عليه مثلا صحيح. عليه مبلغ مستخدم من بنك، ممكن يحول المبلغ هذا على بطاقتنا وتتقسط على اقساط مريحة لفترة محددة. فهذه ميزة موجودة عندنا في بطاقة سمايل. حلو. أحد الأخوة يسأل يقول كيف ممكن أحصل البطاقة الائتمانية هذه اللي هي السمايلز، كيف التقديم عليها؟ هل عن طريق الأبليكيشن أو الكول سنتر، ولا لازم أمر الفرع؟ البطاقة هذه أبو عبد الله تستدعي توقيع المتعامل، فالأفضل المتعامل يكون موجود في الفرع، وبإذن الله بكل يسر وسهولة بيوقع على الطلب، وخلال 4 أيام عمل تقريبا البطاقة بتكون جاهزة وبتوصل لي عن طريق خدمة التوصيل. تحية خاصة لإدارة الموارد البشرية وعلى رأسهم سعادة الدكتور طارق مخادم. طبعا تحية لهذا الرجل الذي يعني هذه البيضاء واضحة في كل مبادرات هذه الدائرة النيرة، واليوم نشوف هذا البرنامج الذي لم يرى النور إلا من خلال هذا الرجل الدكتور طارق مخادم. فتحيتنا له أيضا، وتحيتنا للشيخ تي جواهر أيضا. جزاكم الله خير. الله يسلمك. نكمل أخوي أمين، هل هناك مميزات أخرى غير عملية تحويل الديون أو شراء الديون؟ عندنا أبو عبد الله واحدة من الخدمات اللي أو من المنتجات اللي موجودة عندنا في المصرف برنامج صفر أرباح، هو تمويل شخصي لخدمات تمويل السفر، التعليم، العلاج. هذا منتج أيضا احنا نوفره لمنتسبي باقة وفر. الحين مثلا الحين مقبلين على عام دراسي جديد، واكثر الناس محتاجين، يعني اللي ابنائهم يدرسون في القطاع الخاص محتاجين تمويل خاص بهذا، هل بيحصل اللي هو تمويل زيرو بيرسنتج اللي هو يسمونه صفر ارباح؟ لا صح؟ هي نعم بإذن الله التمويل حلو. هذا متوفر عندنا، كيف ومثل ما احصل على قلنا هذا؟ شو الاشتراك، الاوراق المطلوبه اللي ممكن، يعني يمكن احد الاخوه يسال يقول شو الاشياء المطلوبه، شو الإجراءات عشان أحصل هاي الخدمة؟ عادة المؤسسات التعليمية أو مكاتب السفر أو المستشفيات، لا سمح الله إذا حد احتاج لجراحة أو شغلة معينة، طبيعي راح يطلع مثلا كوتيشن أو عرض أسعار، بيقدم عرض الأسعار هذا مع التوقيع على الطلب، وموظف المصرف راح يحسب له مثلا على حسب راتبه، راح يحسب له نسبة الأرباح، المدة اللي راح تندفع فيها الأقساط. فبعرض الأسعار، يعني هي الخدمة تبدأ أو المنتج هذا يبدأ بعرض الأسعار. أحد الأخوة يسأل يقول أقترح توفير خدمة نقل رصيد من بطاقة مصرف الشرق الإسلامي بدون أرباح. توفير خدمة نقل الرصيد من بطاقة مصرف الشرق الإسلامي للبنك الآخر بدون أرباح لحامل بطاقة وفر. أنا ما فهمت السؤال بشكل، ما أدري فهمته أخوي أمين. يقول أقترح مرة ثانية أبو عبد الله. توفير خدمة نقل الرصيد من بطاقة مصرف الشرق الإسلامي للبنك الآخر بدون أرباح لحاملي بطاقة وفر. يمكن يقصد عكس اللي احنا ذكرناه، يعني بدل ما ينقل التزاماته اللي على الكريدت كارد من بنك آخر لمصرف الشرق الإسلامي، هو يمكن السؤال يطلب العكس، وهي نفس الشيء في النهاية، يعني هو يبغى يغطي الرصيد القائم مثلا مع البنك الثاني، وهذا اللي احنا تكلمنا فيه الآن، وقلنا الخدمة هذه متوفرة، يعني في احد الاخوه المصرف يقدم الخدمة. يسال عن التطبيق. اظن يا اخوي امين انتم حاليا شغالين على التجريب النهائي على عمليه التطبيق الجديد اللي راح يطلق خلال الفتره القادمه، وراح اي يكون نعم عبد الله. ابديتد او مطور حسب افضل الانظمه، وراح يكون بشكل واجهه جديده ومميزات ايضا اضافيه راح يتم الاعلان عنها في الفتره القادمه. هذه واحدة من الأشياء اللي بغيت أضيفها أبو عبد الله. عندنا يعني إذا بندخل في الخدمات الرقمية اللي تقدمها المصرف أو اللي يقدمها المصرف، عندنا تطبيق SIB Offers للهواتف الذكية.
هذا تطبيق ينزل بمجرد ما المتعامل تكون عنده بطاقة صراف آلي من المصرف، ممكن يستخدم للساي بي اوفرز. الساي بي اوفرز هاي فيها مجموعة من الخصومات للمطاعم، للمؤسسات الترفيهية، لعروض خصومات محلات تجارية مثل ما قلنا، مراكز الترفيه، السياحة والسفر، كلها موجودة في التطبيق هذا الساي بي اوفرز. فهذا التطبيق ممكن يستخدمه أي شخص عنده بطاقة صراف آلي من مصرف الشارقة الإسلامي. هل غير هناك وعدنا مبادرة ما ذكرناها؟ وعد وعد عندنا ميزات ثانية أبو عبد الله. عندنا البطاقة المدفوعة مسبقا، في عليها طلب كثير الفترة الأخيرة، الناس حابة تستخدم أو تشتري عن طريق الأونلاين بدل ما يكون عندها حساب أو يطلبون كريدت كارد. فممكن يستعينون بالبطاقة هذه مدفوعة مسبقا، بطاقة يحط فيها رصيد ويستخدم الرصيد هذا ويرد يعبي رصيد فيه مرة ثانية. طيب الخدمات اللي تكلمت عنها، الخدمات الرقمية أبو عبد الله، أخوي حسن، يعني إذا إذا تسمحوا لي بس أضيف إضافة على موضوع اللي هو البطاقة، إنه يقدر يضيف فيها رصيد ويحص وياخذ الخدمات الإلكترونية. أرجع أذكر بخدمة برنامج وفر، اللي هي التصانيف الجديدة اللي ترجناها في برنامج وفر، يقدر حتى إنه هو يوم بياخذ البطاقة هاي من عندكم يستفيد أيضا من الخدمات الثانية اللي هي الخصومات اللي تقدمها الشركات اللي تقدم الخدمات هاي عن طريق المواقع الخاصة، اللي مش فقط المحلات، لا هي خدماتها فقط إلكترونية تكون. فشيء بالشيء يذكر يعني، فحبيت أدخل أقول المداخلة هذه. مشكور أخي جواهر. الشخص اللي سأل قبل شوي يقول سؤال، هو نفس الخدمة المتوفرة اللي ذكرها أمين اللي هي البالانس ترانسفير، لكن الاقتراح تكون بدون أرباح لحاملي بطاقة وفر. إن شاء الله بندرس الموضوع أبو عبد الله بإذن الله. زين، عملية هذه الباقة ما شاء الله مميزات كثيرة جدا، وكثير الحين يمكن أول مرة يسمعون عنها، بعضهم يمكن سمعها. شو آلية تسويقها في الدوائر الحكومية؟ يمكن أختنا جواهر تتكلم عن هالموضوع، كيف عملية تسويق الميزات اللي خاصة بمصرف الشارقة الإسلامي، وبقية أيضا الميزات اللي هي الخاصة بالشركات الأخرى أو الجهات الأخرى؟ نعم أخوي حسن، احنا من ناحية التسويق، آلية التسويق تكون سواء كان لمصرف الشارقة الإسلامي أو لجميع الشركات اللي مشاركة في برنامج وفر، احنا نقدم مجموعة خدمات مختلفة، منها المعارض الدورية اللي نحن ننظمها في دوائر حكومة الشارقة، هذه تكون بشكل دوري والحمد لله، يعني المعارض هاي تلقى إقبال كبير من الموظفين. في جهات إحنا نتصل ننظم فيها، في جهات ثانية بنفسها تتصل تقول إن هي تبغي ننظم مثل هذه الفعاليات. من خلال المعارض هذه بالفعل إحنا لاحظنا إن كثير من الموظفين يتعرفون على خدمات الشركات وما كانوا يعرفون عنها شيء من قبل، وأيضا الشركات نفسها تتعرف على متطلبات الموظفين اللي يقدرون يدرجونها في المستقبل في من ضمن الخدمات اللي ما كانوا مثلاً حاطينها. طبعا بإضافة هذه المعارض كانت ايام ما قبل كورونا. طبعاً ما قبل الكورونا، أنا راح أقول لك الحين خلال فترة كورونا إحنا شو الشيء اللي سويناه. بس جميل. بذكر بعد اللي هي طريقة الخدمات الثانية اللي نحن نعرضها لجميع الشركات سواء مصرف أو الشركات المشاركة معنا، اللي هي عن طريق الإنستغرام. في انستغرام نحن نعرض جميع الخدمات اللي الشركات تقدمها لنا. نقدر نقول ان الانستغرام اكثر شيء نعلن انضمام شركات جديده وخدمات الموسميه اللي تقدمها، مثلا في عروض معينه لفترات معينه، خلينا نقول لمده شهر، لمده اسبوع، حسب الفتره اللي تحددها الشركه تبعت لنا اياها عن طريق الانستغرام، نحن ننشره ونوصله للموظفين. بإضافة اللي كل ما يتم نشره عن طريق انستغرام نحن ننشره أيضا عن طريق البريد الإلكتروني لجميع موظفي حكومة الشارقة، وإن شاء الله في المستقبل نحن راح نطور الخدمة هذه أكثر في التطبيق الجديد، الواتش الجديد اللي راح تكون في التطبيق الإلكتروني لبرنامج وفر والموقع الإلكتروني أيضا. احتمال إن كبير ندخل خاصية الاس ام اس اللي بعد عن طريقه نقدر نوصل للموظفين بشكل اكبر واسرع حتى. اما في ظل كورونا اذا بنتكلم احنا شو الاشياء اللي غيرناها،
احنا حاولنا كثير ان نتواصل مع الشركات ان نحن ننظم فعاليات تكون مثل ورش افتراضية، مثلا مثل اليوم احنا اليوم الصبح نظمنا ورشة افتراضية كان بحضور طيران الامارات ومستشفى الزهراء. احنا من خلال الفعالية او الورشة التعريفية الافتراضية هذه تكلمنا عن اجراءات السلامة اللي تتبعها كل جهة مثل الطيران والمستشفى، نوضح فيه للمستفيدين إذا كانوا حبوا يستفيدون من الخدمات والخصومات كيف الإجراءات اللي تتبعها أصلاً الجهات هذه إنه تقدر يعني يقدر الموظف يستفيد فعلاً من الخدمات هاي. واليوم إحنا معاكم هاي بعد تعتبر الورشة الثانية لنا في ظل كورونا، نقدر نوصل للموظفين المعلومات عن الخدمات اللي يقدمها المصرف. بالفعل خدماتكم ما شاء الله أخوي أمين ما قصرت، بلغتنا عن الخدمات هذه كلها، نتمنى الكل فعلا سمع واستفاد من هذه الخدمات لأن فعلا خدماتكم مميزة، الأشياء اللي قدمتوها فعلا أمور مميزة. أنا يعني من خلال برنامج وفر احنا اجتمعنا مع كثير من المصارف جزاهم الله ألف خير على اللي قدموه، بس بالفعل احنا اخترناكم لأن فعلا كل اللي قدمتونا إياه أشياء مميزة، وخاصة لي حاملي بطاقة وفر فتشكرون على كل خدماتكم هذه. نقدر أشكركم قدرنا على اليوم هذه الثقة أختي جوان. جزاكم الله خير، وقدرنا اليوم يعني ان ننقل الكلام هذا بعد من خلال الورشة الافتراضية هذه اللي نظمناها معاكم اليوم. فهاي الورشة ان شاء الله نحن راح نستمر فيها، راح نضيف بعد شركات ثانية ونحاول ان فعلا نخلي شركات تبلغنا عن كل خدماتها ونوصل للموظفين بشكل اكبر بدل المعارض التسويقية اللي كنا ننظمها ان شاء الله خلال الفترة هاي. والله يفكنا ان شاء الله من الكورونا ونرجع لحياتنا الطبيعيه ونقدر ننظم معارض هاي مره ثانيه، لانها بالفعل المعارض هاي اثبتت جدارتها وكثير مستفيدين. الله يحفظكم ان شاء الله جامع كافه متابعينا وكافه افراد المجتمع من هذا الوباء، وان شاء الله تعالى تعود عجله الحياه، ونحن كل الثقه بحكمه القياده الرشيده في التعامل مع هذه الجائحه. جهود مشكورة أختي جواهر على ما تقوم به في هذه أيضا الأثناء من خلال الجلسات الافتراضية، ومشاركتكم اليوم أكبر دليل على هذه الجهود المشكورة. أخوي أمين، أكثر من واحد يسأل عن نسب التمويل، يمكن ذكرته، ممكن تعيد نسب التمويل الشخصي واللي هي ما يختص بالسيارة والتمويل اللي هو العقاري، شو هي نسب نسبة خاصة بمستفيدين برنامج وفر؟ التمويل الشخصي بعبد الله مثل ما قلنا نسبة ربح تبدأ من 2.89%، 2.89%. نعم، هذا بخصوص التمويل الشخصي. التمويل السيارات عندنا نسبة أرباح تبدأ من 2.79%، والتمويل العقاري مثل ما ذكرنا هي عبارة عن نسبة ربح زائد 6 أشهر إيبر اللي هي نسبة الإقراض في السوق. فالنسبة الحالية في السوق نسبة الإيبر 6 شهور تقريبا 0.7 زائدا 1.79 اللي هي النسبة اللي احنا خصصناها للعرض الحصري هذا لباقة وفر، تطلع النسبة 2.49 أو 2.5 نقول 2.5%. نسبة جميلة، هذه من النسب اللي جدا نسب متدنية في السوق ومميزة. يعني التمويل، انا شفت في اسئله بخصوص القرض السكني ابو عبد الله. التمويل يوصل تقريبا على حسب الراتب طبعا، ممكن يوصل ل 10 ملايين، فتره السداد تصل ل 25 سنه، ومثل الراتب طبعا على حسب 10,000 12,000 فما فوق، هذا فيما يخص التمويل العقاري. احد الاخوه يقول للاسف يوم راجع المصرف ما في نسب اقل من 3.15، اقول له راجع واذكر انك مستفيد برنامج وفر، لان برنامج وفر لهم نسبه خاصه، فهذه يمكن الاخوه يمسين راجعون كمراجع عادي في نسبه اللي هي 3.15 او 3.15، لكن اذا ذكرت انك برنامج وفر وجبت البطاقه هذه ميزه خاصه، وبالتالي هذه ليست الميزه النسب العاديه. صحيح يا اخوي امين؟ هي ليست النسبة العادية أبو عبد الله، لكن لازم نوضح للمتعاملين والجمهور الكريم المتابعين، نسبة الربح احنا نقول تبدأ من 2.89 على حسب معايير محددة،
ممكن في يعني الراتب يلعب دور في الموضوع، مبلغ التمويل، المدة، هذه كلها تلعب، هذه كلها تغير من نسبة الأرباح. فنسبة الأرباح فعلا هي تبدأ من 2.89، لكن على حسب الراتب، على حسب مدة السداد، على حسب جهة العمل. فإذا احنا نتكلم عن حكومة الشارجة، احنا هني نتكلم عن جهة واحدة معناتها. فاللي راح يغير الموضوع إذا كان تمويل شخصي جديد أو شراء مديونية من بنك آخر، هني النسب تختلف أيضا. انزين، الحين وصلنا تقريبا لنهاية هذه الجلسة الافتراضية. في كلمة ختامية بغيت من أخت جواهر، مستقبل شراكة بين مصرف الشرق الإسلامي وبرنامج وفر، بغيت كلمة منك وكلمة من أخوي أمين في هذا الخصوص. يعني من ناحية النظرة المستقبلية، نحن نسعى أو الدائرة تسعى من خلال الشراكة هذه إلى وضع منظومة تعاون تقوم هاي المنظومة لتقديم خدمات يستفيد فعلا فيها المجتمع أو حاملي بطاقة وفر. طبعا الخدمات المصرفية ما شاء الله عديدة جدا اللي تقدمونها. نتمنى في المستقبل أن تكون في خدمات أكثر تخصصية أكثر من خلال الشراكة الحالية اللي نحن فيها معاكم، ونتمنى فعلا الخدمات كلها هذه تكون في استمرارية بيننا وبينكم، ويستفيد فعلا فيها حامل بطاقة وفر. هذا اللي نحن نأمله من مصرف الشرق الإسلامي. كلمة ختام من جهتك. مصرف الشارقة الإسلامي أبو عبد الله يسعى لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في السوق بشكل عام. يعني ما أعرف إذا طلع خبر في هالموضوع، إحنا دشنا من أوائل البنوك اللي تدشن أجهزة الصرافة الآلي الحديثة، شاشات كبيرة وفيها وتعمل بنظام الQR، بالإضافة للعديد من الوظائف اللي إحنا ممكن نشغل فيها الأجهزة هاي. وتم تدشين هاي الأجهزة وبدينا فيها في فروعنا في مدينة كلبة، في خرفكان، دبل حصن، وصولا للشارقة طبعا، المدن الأخرى اللي تخص الشارجة وإمارات الدولة. هذه يعني مصرف الشارقة الإسلامي حريص جدا بتدشين وتقديم كل شيء جديد في السوق بعبد الله. ومثل ما ذكرت انت، قريبا ان شاء الله بيكون عندنا تطبيق جديد، الموبايل اب، بيكون جدا مختلف، تجربة جدا جديدة، واستخدامها سهل ومرن وجميل جدا بإذن الله. عندنا شيء جديد، يمكن هذا ما يمكن إلى الآن ما صرحنا فيه، في جهاز جديد ان شاء الله، في مجموعة أجهزة راح تنزل في مراكز معينة في مناطق معينة في الدولة لتسهيل عملية طباعة دفتر الشيكات للعملاء وطباعة بطاقة الصراف الآلي وكشوفات الحساب بكبسة زر في دقائق، يكون واقف قدام الجهاز بيحط بطاقة الصراف الآلي مثلا، إذا ما عنده بطاقة الصراف الآلي في نظام للتعريف المتعامل بيطلب فيها، ممكن يجدد فيها بطاقة الصراف الآلي، ممكن يطبع فيها دفتر شيكات في نفس الوقت، ممكن يطبع كشف حساب دون الرجوع للفروع. فهذه كلها خدمات حديثة إن شاء الله وجاية في الطريق بإذن الله. خير. لا أسعني في نهاية هذه الجلسة الافتراضية إلا أن أشكر ذات مواد الشريم مثلا جواهر سيف العود، مسؤول برنامج، مدير برنامج وفر، مدير مكتب فعاليات والأنشطة والبرامج، وأيضا أشكر سعادة الأخ أمين السهلاوي، رئيس دعم ورقابة الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشرق الإسلامي. أشكركم على هذه المشاركة مثمرة، ونشكر متابعينا، ونعتذر على الملاحظات الكثيرة اللي وصلت، لكن لضيق الوقت نعتذر ونقول لهم إن شاء الله نعدكم بجلسات افتراضية قادمة إن شاء الله من خلال البث المباشر الانستغرام مصرف الشرق الاسلامي في القادم، المستقبل القريب ان شاء الله تعالى، في مواضيع اخرى فيما يخص ما يختص بالماليه والخدمات المصرفيه، وايضا للاطلاق او اطلاق الخدمات الجديده ان شاء الله تعالى. نشكركم على المتابعه، ونلتقي معكم في لقاء اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.